دعوتك يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا، دار حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. أعزائي، ما زال الحديث متجدداً مع كتابنا النافع شرح 200 سؤال وجواب في العقل. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن شروط لا إله إلا الله، وقلنا أن شروط لا إله إلا الله سبع، شروط لا إله إلا الله سبع، حتى ينتفع قائل هذه الكلمة لابد أن تتوفر فيه شروط سبع. ونظمها المصنف في كتابه معارج القبول شرح صدر النصوص، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفق الله لما أحب. نسأل الله ذلك. قلنا شروط لا إله إلا الله سبع: علم ضده جهل. أنا عارف إن كلكم مسندين. علم ضده جهل، يقين ضده شك، الانقياد ضده الإعراض والترك. طيب، كلكم على نظر؟ لا، الانقياد ضد مين؟ الابتداع. نعم، الترك. كلكم على نظر؟ طب الموافق على ان الترك يرفع مين؟ الموافق على ان الترك يرفع مين؟ نعم، هو الباني. طب الباني عنده شكل اخر؟ لا، مع الكلمة. لا، سكينة أنت أن يرفع الحرية كما ارتكب من حناقات باسمك كما قال العرب. يقول لك دي حرية، الحرية هناك لا لها ضرر ولا طيب. اسمع ما أقول: علم ضده جهل، يقين ضده شك، يقين ضده شك، الانقياد ضده الترك، ضده الترك، القبول ضده الرد، الإخلاص ضده الشرك. الصدق ضده الكذب، المحبة ضدها البغض، ضدها البغض. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يعني هذه الشروط لا يمكن لقائل لا إله إلا الله إلا أن تتوفر في هذه الشروط السبعة. فلو قلنا الصدق والإخلاص والمحبة موجودة، لكن الانقياد أو القبول غير موجود، هل تنفعه؟ لا تنفعه. لابد أن تكون مجتمعة حتى تنتفع، حتى ينتفع بها قائلها.
نقولها مرة أخرى، علم ضده جهل، يقين ضده شك، انقياد ضده الكرب، القبول ضده الرد، الإخلاص ضده الشرك، الصدق ضده الكذب، المحبة ضدها البغض. هذه الشروط السبعة التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وتكلمنا عن العلم وقلنا ما دليل أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله. ما الدليل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما الدليل على أن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. من الآيات. طيب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اذهب واللقي خلف هذا الوقت الحادث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره من جد. إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، نكمل المسجد. وقفنا سؤال رقم 22-23: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ احنا انتهينا من الانقياد؟ نعم. ما الدليل على الانقياد شرط من شروط لا اله الا الله؟ ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم وجهه بلا اله الا الله وهو محسن، اي وهو منقاد، وهو منقاد، فقد استمسك بالعروه الوثقى اي الاسلام. طيب، ما دليل؟ وتكلمنا عن هذا الحديث الذي ساقه المصنف: ليؤمن احدكم حتى يكون نواه تبعا لما يكتب. هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت. ما سبب ضعفه؟ نعيم بن حماد، او ليس ثقه؟ لا، اخطا. طب الشيخ البخاري كيف تقول عن الشيخ البخاري؟ قال عنه الشيخ له عدل لوائح العلم ولكنه سيئ. لا، مثل هذا يخص، مثل هذا يخص. يعني يتكلم في جرح، فكان تجرح، فلو تركت الألسنة هكذا لربما أسقط. لا، يبقى تحفظ. لما نقول لك إيه أنا بقول لك إيه؟ عشان تحفظ. يبقى عارف سبب الضعف في نعيم بن محمد ناجي، كان وعاء من أوعية العلم، جميل، لكن ده عدالة الرجل، هذه عدالة الرجل. لكن هل يؤخذ منه الحديث؟ لا، لا يؤخذ منه هذا الحديث. نعم. طيب، وفي شرط ثاني، في سبب ثاني يضعف الحديث. صادق ويخطئ. صادق ويخطئ. ويخطئ. نعم، يبقى هو السبب، هو صدوق، ولكن يخطئ، يبقى لا يؤخذ منه الحديث، لكن وعاد من أوعية العلم، وعاد من أوعية العلم، هذه مسألة. طيب، في سبب ثاني لضعف الحديث، قلناه اللقاء الماضي، في سبب راوي في الحديث ضعيف، لا يؤخذ منه الحديث. بين عبد الله بن عمرو بن الغوري. لا، مفيش. وفي راوي ضعيف غير، في راوي ضعيف قلنا اسمه. لا، معين بن محمد ده سبب للضعف، في سبب ثاني للضعف. ما تراجعوش. ما لحقتش تكتبه. العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده. هكذا ميتين. افتح بقى كتب الجرح والتعديل وشوف هتعرف فيها قد ايه. وهتوصل لها بعد قد ايه.
فازاي في حاجه يعني انت دوت زي كده دي شعره بسيطه كده في مكان بينها وبين العرش ما نعرفش لكن ما يبقاش كده امر مش صلي على النبي اصل انتم معتمدين على التحقيق اللي معاكم في الكتاب انتم معتمدين على هذا هو الخلل ده يكون هو دي الخلل انك اعتمدت على التحقيق لا ما هو التحقيق اللي معاك احنا استدركنا دي تاني حديث نستدركه يوم تاني حديث نستدركه على المحقق وبعدين يعني لابد ان الفت يعني الانتباه لقضيه مهمه مش معنى ان انا قريت على الكتاب تحقيق فلان او زيد او عم يبقى الكتاب محقق لا هو يعني الا ما رحم ربه في معاصم ان انت القضيه قضيه تجاريه بعد ان انت تجاريه بعد خش على الكمبيوتر تضرب الحديث يجيب لك رواياته من وطرقه وخلاص على كده وتنقل والملزمه بكذا هو هل هذا التحقيق؟ لا ليس هذا التحقيق أي ما احنا ليه قلنا الاسباب وقلنا سبب العله والحديث ضعيف ليه وعشان ايه؟ ما هو ده التحقيق اللي المفروض حضرتك تكتبه على الحديث نعم أنا حديث في علة ولا بخاري كثير ولا بخاري كثير من طرق القرآن عادل حماد من روايات العلم وعادل كثير من طرق القرآن هنقول لكم بعد الدرس إن شاء الله أول سنة تحقيق الحديث مرة أخرى يعني في المية الإقامة أقول لكم تحقيق الحديث مرة أخرى صلي على النبي أنا في بعد الدرس النهارده مبتدئ أبدأ بالحمد لله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل اشتراط ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنه احنا قلنا من شروط لا اله الا الله القبول القبول ضده او الترك يعني معناها ان حضرتك لازم تقرا لا اله الا الله ولما تقتضي هذه الكلمة بقلبك ولسانك هتقبل هذه لما تقتضي هذه الكلمة بقلبك ولسانك قال تعالى في شأن من لم يقبلها من لم يقبل لا إله إلا الله احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون الآيات إلى قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا يعني قدام منا في المصنف ذاكرها يبقى ضد القبول الترك يعني حضرتك لو كنت قريت الجواب بتاع المصنف كنت عرفت معنى وأئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق نعم القياد هو اللي ضد الترك القياد القياد هو اللي ضد الترك نعم لكن قد تساق وفي اللغة المعنى الواحد يبقى له مترادفات كثيرة المعنى معايا أئنا لتاركوا رددنا الكلمة الجديد بمعنى إيه اللي يحكمها السياق السياق هو اللي يحكم عليه استخدم دي ولا ما استخدمش دي وده سؤال مهم طب ايه الفرق بين الانقياد والقبول لو عرفت الفرق بين القبول والانقياد تعرف ليه دي تبقى هنا ضد دي؟ ليه احط هنا الرد؟ وليه احط هنا الترك؟ الانقياد ضدهم الترك، طب والقبول ضدهم الرد. اقبل هذه الهدية، مش عايز، يبقى أنت ردت، مش عايز منك حاجة، يبقى أنا رددتها عليك. معايا؟ بخلاف الانقياد فالقبول بالقلب واللسان القبول بالقلب واللسان والانقياد باللسان والقلب والجوارح باللسان والقلب والجوارح قال المصنف رحمه الله تعالى
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل مضبط هل عندك الحديث مضبط؟ مضبط مضبط إن بعض الناس يحفظون أحيانا يبقى في خطأ في الضبط. مثل قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم لو أوصل يبقى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير يعني المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشرب وسقر وزرع وفي رواية ورعب وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في الدين. ممكن تقولها بالضبط فقه وفقه وبينهما فرق سأبينه يعني يمكن أن تقول فقه بالضم وممكن أن تقول فقه بالكسر في فرق طبعا بين الاثنين سأبينه. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث في الصحيحين الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي هو المبلغ عن الله عز وجل. فبين النبي في هذا الحديث أن الناس ثلاث. أنا أشرح لك الآن هذا الحديث. الحديث صح؟ صح؟ صحيح. إن شاء الله ما قالنيش الحديث صعب ولا سهل؟ صح؟ هو حديث صعب، قول صعب وما تزعلش، صعب؟ فنشرح ونشوف بعد الشرع، هيا صعب ولا سهل؟ الناس ثلاثة، الناس كم واحد؟ ثلاثة، الإنسان رجل حافظ العلم، فاستفاد به، واستفاد غيره. يعني ده النوع الأولاني النموذج الأول للعالم رجل حافظ العلم فاستفاد هو ليه؟ يبقى هو أول من استنفع هذا العلم واستفاد هذا العلم وأفاد غيره. النوع الثاني إنسان حافظ العلم ولم يستفد به هو ما استفادش به ولكنه أفاد غيره. ثالث واحد إنسان لم يحفظ العلم ولم يستفد به ولم يفد به غيره. دول كم نموذج؟ ثلاثة. الاثنين الأولانيين كويسين والنوع الأخير مش كويس. كل حاجة هتتشرح إن شاء الله. صحيح. الأول والثاني كويسين حفظ العلم استفاد هو به وأفاد غيره جيد. الثاني حفظ العلم لم يستفد به
ولكنه أفاد غيره. طيب الثالث، حافظ العلم لم يحفظ العلم ولم يستفد به ولم يفد به غيره، يعني رفض القضية كلية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به. الآن النبي سيضرب لك مثلا، ما الذي بعثه الله به؟ الهدى والعلم. الهدى والعلم، الهدى هي الدلالة الموصلة على الطريق. يعني الهدى الدلالة الموصلة إلى الطريق. كلام جديد. هي الهداية كم نوع؟ أربعة. فحضرت المال صح؟ أربعة. هداية عامة، هداية بيان وإرشاد، هداية توفيق وسداد، هداية الآخرة. يبقى دول أربعة، لكن المعنيين في هذا الحديث اسمين. الذي يعنينا في هذا الحديث من أقسام الهداية اثنين. معايا ولا تبقى مني؟ الهداية أربعة: هداية عامة، هداية بيان وإرشاد، هداية توفيق وسداد، هداية الآخرة. لكن في هذا الحديث في نوعين المعنيين بالهداية، إيه هما؟ هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد. هم دول المعنيين بهذا الهدى. مثل ما بعثني الله به من الهدى. من الهدى، هل من هنا طبعية؟ يعني البعض الذي عندي يهدي الناس، أم أنها للبيان؟ لا، هي للبيان وليست للبعض. يعني من قد تأتي للبيان أو للبعض للطبعية؟ لا، ليست للطبعية، إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. طبعا من الهدى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في احاديث كثيره جدا ان احنا نطلب الهدايه من الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل ان الهدى، قل ان هدى الله هو الهدى. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال النبي لعلي: قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني الى الطريق الهدايه، الى الطريق المستقيم، الى طريق الاسلام، الى طريق التوحيد. وسددني اللي هو التسديد، اللي هو الرمي، تحط غلط وتسدد عليه. لان ده مطلوب فين؟ وشوف وش الارتباط الجميل. اوتي مجامع الكذب لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. حضرتك لما بتحط خرط وتنشن عليه وتجتهد ما استطعت إلى ذلك، لو التنشين بتاع حضرتك، الرمي بتاع حضرتك لم يصل الهدف، هيبقى قريب منه ولا بعيد عنه؟ هيبقى قريب منه. فأنت لازلت على طريق الهدى، لأنه قريب من طريق الهدى، فأنت قريب. فأنت قريب ما ابتعدت. فلذلك شوف وجه الرد، كما أنك في التسديد تجتهد إن تصيب الغلط إلى الهدف، كذلك في الهداية. اللهم اهدني وسددني، يعني حتى إذا تلحق الهدى هتكون قريب من الهدى، كما أن الإنسان حين يسدد في الرمي يكون أحيانا بعيد عن الرمي، لكن مش بعيد أنه لم يلحق الرمي، لا، هو بعيد أنه لم يصل الهدف من أول مرة، أنه سدد الأولى لم يصل، الثانية لم يصل، لكن قريب منها، فممكن مع مرة يصيب هذا الهدف. فكأن الهداية إن لم تصل إليها فسدد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا. أنت مش قادر توصل إلى، فخلاص قرب منه، قرب منه، سدد.
صلى عليه. شوف الحديث يعني فيه بشرى جميل جدا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اللي هو الدعاء اللي بين السجدتين دعاء مشهور جدا، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، هذه الهدايه تطلب الهدى، واهدني وكمان وارزقني وارزقني، الدعاء اللي حضرتكم بين السجدتين. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى والتقى يعني الهدايه والتقوى. وفي مسند احمد قال صلى الله عليه وسلم الحديث صححه الالباني حين علم الحسن بن علي هذا الدعاء قال اللهم اهدني فيمن هديت. طبعا الحديث الطويل اللي قلوه حاضرين اللي هو بيتأذن في القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب كده عرفنا الهدى، الهدى اللي هو المقصود هنا هدايه ايه؟ الدلاله والبيان والارشاد، والهدايه الثانيه اللي هي بيان هدايه التوفيق والسداد. هداية التوفيق والسداد لا يملكها إلا الله عز وجل، إنك لتهدي من أهدت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية البيان، هداية البيان والإرشاد والتوجيه دي يملكها الأنبياء والرسل والعلماء والدعاء وعوام الناس، فكلنا يملك هذه الهداية. يا فلان قم وصلي، هذه هداية، هداية بيان وإرشاد، العالم يقولها، طالب العلم يقولها، الأنبياء والرسل يقولها، معايا؟ هداية البيان والتوجيه والإرشاد يملكها كل الناس، أما هداية التوفيق والسداد لا يملكها إلا الله عز وجل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الهداية، ولو كان يملكها لنادى عمه أبا طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. العلم المقصود هنا العلم الشرعي، العلم الشرعي. وشبه الهدى والعلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث الكثير. الغيث اللي هو المطر، مطر كثير، وجاء هذا المطر على حين قحط، على حين قحط يعني ما فيش ميه، الزروع ما فيش، الارض رمال، فجاء هذا المطر. شوف سعادة البشرية بهذا الماء حين نزل على ارض قحط. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم به بالهدى والعلم. طيب بقى الناس في ثلاثة، والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب منها، أي من هذه الأرض، مش كل الأرض اندفعت منها، لا، منها بعض هذه الأرض بس اللي استفاد، أصاب منها أجاذبه، جمع جذب، والجذب هي الأرض التي لا ينبت فيها شيء، اللي هي الأرض الصلبة، اللي هي ما فيش حاجة تنبت فيها. لا آسف، إحنا نزيدنا نعود. أصاب أرضا فكان منها نقية، نقية من النقاء يعني من الصفاء، وهي الأرض الملساء، الأرض اللي الملساء، الأرض اللي أول ما ينزل عليها المطر إيه اللي يحصل؟ تنبت على طول، أرض نقية، أرض الفلاحين يقولوا عليها أرض عافية، أرض إيه؟ عافية، أول ما ينزل عليها المطر خلاص تنبت على طول بفضل الله عز وجل. أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة الماء
قبلت الماء لان الارض بك الارض مرساه تقبل الميه على طول. فانبتت الكلأ، الكلأ اللي هو نبات الارض، نبات الارض وهو العشب الكثير، نبات الارض والعشب الكثير. وهذا يشمل الرطب واليابس. لما اقول لك الكلأ في اللغه يبقى يشمل الرطب واليابس، الرطب واليابس. طيب والعشب الكثير، هذا من باب عطف العام على الخاص. حنفاني مني فصل يعني زيد النبي صلى الله عليه وسلم. الكذا يخش فيها ايه؟ الرطب واليابس، الرطب واليابس. لكن العشب الرطب فقط، الرطب فقط، فهو عاطف العام على الخاص ليؤكد هذا المعنى. وكأن المعنى ان المعنى الذي نزل على هذه الارض استفاد منها كثير، استفاد منها الكثير. وكان منها اجاذب، المياه دي نزلت على الارض فانبتت الكلى والعشب الكثير. يعني دليل ان النفع كان كثير جدا على الناس بهذه الدعوه، بهذه الهدى، بهذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بس بشريطه ان تكون الارض تقبل هذا العلم وتقبل هذا الهدى وتقبل هذا الماء. طيب النوع الثاني، وكان منها اجاذب، جمع جذب، وهي الارض الصلبه التي لا تنبت. قبلت الماء هنا تدل على القبول. نعم. بعدها يعتبر هنا الدلاله على جمع التكسير. نعم. صلب. وكان منها من ايه؟ من الارض. وكان منها اجاذب، جمع جذب، وهي الارض الصلبه التي لا تنبت، أرض صلبة لا تنبت. أمسكت الماء، هي أرض صلبة لكن في فايدة منها، هتعرف إن ليها فايدة. أمسكت الماء فنفع الله به الناس، هي أرض صلبة ما انتفعتش هي بالماء بس نفعت غيرها. زي النوع الثاني من الناس اللي قلت لك عليه، حفظ العلم، حفظ المية. شوفوا من اللي قلت هنا جامع الكلمة الذي هم يقولون صلى الله عليه وسلم، أو حفظ العلم، هنا حفظت الايه؟ الماء. فلم يستفد هو به، الأرض ما استفادتش بالمية دي لأنها أرض صلبة مش هتستفيد بيها، لكن أفاد غيره بهذا العلم. زي هنا فأشار فنفع الله به الناس فشربوا، يبقى مين اللي شرب؟ الانسان. وسقوا، يبقى مين؟ البهائم. وسقوا يبقى البهائم. وزرعوا، زرعوا في هذا الماء، يبقى استفادت البشريه كلها بهذا الماء. وفي روايه ورعوا، ما هو لما زرعوا الغنم بدات ترعى هي كمان، في روايه ورعوا. وأصاب منها الصنف الثالث اللي هو إيه؟ لم يحفظ العلم، ها؟ ولم يستفد به ولم يفد به غيره. وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، 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 جمع قاع، جمع قاع، وهي الأرض المنساة المستوية، أرض منساة مستوية لا تنبت، أرض منساة مستوية لا تنبت، زي الرخام مثلا، منساة صلبة ازرع عليه النهار هتنبت؟ لا لا تنبت. هذا مثل الإنسان اللي حافظ العلم، هو حافظ العلم ولم يستفد هو به، لا لم يحفظ العلم، هو لم يحفظ العلم، لم يحفظ العلم ولم
يستفيد هو به ولم يفد به غيره. نعم. قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هنا جاء ايه؟ كلأ. ما جابش عوش. ليه؟ لأن الكلأ يشمل الرطب واليابس. عظيم. هذا هو النبي محمد. فذلك مثل من فقه في دين الله. خد بالك ممكن تقولها فقه بالضم وممكن تقولها فقه فقه. فحين تقول بالكسر يعني فقيها يبقى صار هذا الرجل فقيه. صار هذا الرجل فقيه. لكن لما اقول بالضم يبقى صار الفقه سجي عند هذا الرجل. يبقى صار الفقه سجي عند هذا الرجل. انت بقيت فقيه بتحفظ المساله بكل. لكن التاني بقى الفقه سجي عنده. الفقه ده ملك عنده. اي وقت بقى اعلى بالكسر ولا بالضم؟ بالضم طبعا. لما يبقى الفقه سجي عندك خلاص انت بتجيبها وهي وهي طايره على طول بتحط القاعده وتطبقها وشغاله معاك. ان الفقه بقى سجي عندك بقى ملك عندك. لما تبقى الفقه ملك عندك ولا لما تكون حافظ ومتعلم؟ ها ايهما اعلى؟ لما يبقى الفقه سجي عندك. سجي عندك يبقى بالضم اعلى. وذلك فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. هو بقى النموذج اليوم هو حافظ العلم واستفاده منه وافاد غيره. أو نمجل. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم. اتعلم الأول. ما تستعجلش ما تستعجلش في الطلب. قال ابن عباس لابن محمد عليه الصلاة والسلام تفرقوا قبل أن تسهوه. مستعجل على إيه؟ اوعى تستعجل الصلاة. هتستعجل الصلاة لأن تقوم لك قائمة. إما أنك هتفتي بغير علم عشان تحافظ على نفسك بين الناس عشان ما يجروش عليك مش عارف حال مش فاهم حال. فالناس هتعرف عورك فينصرفوا عنك. وإما أنك هتقول ما أعرفش وصاصات قطب أعين الناس. ولذلك شوف الفلاح يزرع الغرسة الزرعة الحبة في بطن الأرض بينفذها وتاخد وقتها جوه الأرض. ليه؟ عشان بعد كده تطلع قوية الجذور. لما تيجي تبني عمارة بتبني أساسات قوية جدا. كل آلاف في بطن الأرض مش باينة ما تبانش خالص. أمال تبان أنت أول ما بتبدأ ترمي الإيه؟ العمدة. أعين. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم و علم. طب وبعد ما اتعلم بدا يبص هذا العلم وزن الطلب لن ينتهي ابدا. اوعى تظن ان زمن الطلب ينتهي. لا. قال الامام احمد طيب الله الثواب مع الاحبار الى المقبره. الى المقبره. فعلم وعلم. ومثل أو النموذج بقى ايه؟ النموذج الاخير. ومثل من لم يرفع بذلك راسه يعني كنايه عن الدنو والحقاره ان هو ما رفعش دماغه ابدا. ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ممتع. انظر الى المصنف ودقته كيف جاء الحديث يناسب هذه القضيه. انت لا تتقلق كيف تتكلم عن القبول. قبول لا اله الا الله عز وجل. لا اله الا الله. فالناس فيها ثلاثه. الناس فيها في هذا القبول ثلاثه. صنف قابل العلم والهدى
حافظ العلم والهدى فاستفاد وأفاد غيره. القسم الثاني حافظ ابن الهدى والعلم وحفظ هذا العلم فلم يستفد هو به ولكن أفاد غيره. الصنف الثالث ما قبلش خالص هذا المال فلم يستفد هو ولم يفد غيره ولم يقبله أصلا لم يحفظه أصلا. فالحديث كان الثالث فقها فقوا بالضرب فقها أي سار الفقه سجية له فقها يعني فهم المسألة لذلك فقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقره في الدين يعني يفهم مسائل الدين. طيب الأول أم الثاني أم الثالث؟ استفاد عامة لنفسه هو الأول الثاني كان ما استفادش. نعم استفاد لنفسه وهو تطبيق هذا العلم في البلاد ما المقصود استفاد له هو رجل أو رجل صلي الاستفادة له هو أنه عمل بهذا الذي تعلمه فكان هو أول من استفاد بعلمه فهو أول من استفاد بعلمه. يعني حضرتك جاي المسجد دلوقتي طب تستفيد بعلمك اللي تعلمت جدد النية لله عز وجل أنا جاي النهاردة عشان أجدد النية مع الله عز وجل إن أنا هعتكف من المغرب لغاية بعد بعد العشاء أدي واحد جاي عشان أسلم على إخواني جاي عشان أطلب العلم جاي عشان أسمع القرآن جاي عشان أصلي في جماعة جاي عشان ألقي السلام على إخواني جاي عشان أتدارس العلم جاي عشان تحفظني الملائكة عشان يذكرني الله في من عندنا. شوف نوايا كثيرة فكنت بالعلم سبقت غيره فأنت أول من استفاد بهذا لما تتعلم مسألة في السنة يبقى أنت أول من يطبقها أنت المستفيد ابتداء دون غيرك أنت من استفدت ابتداء دون غيرك ثم بعد ذلك استفاد منك غيرك فأنت أول من استفدت في الدنيا قبل الآخرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد اللهم اجعله حبيبنا اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. فالمستفيد بالعلم استفاد انه عمل بالعلم قبل غيره ثم بعد ذلك نفع به غيره فاستفاد في الدنيا قبل الاخره. وساضرب لك مثالا حديث الصحيحين كان النبي في غزوة من الغزوات وأنا أريد بالمعمل كان في غزوة من الغزوات فرأى فائز برجل يرى رجل يخلع عمامته فقال ما رأيت خلاء مثل فلان فصرع الرجل فلما أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل لك في فلان؟ قال ما به؟ قال نظر إليه فلان وقال صرع يعني أصابته الحمى يصرع بالطفل فقالوا فقال صلى الله عليه وسلم ومن تتهمون فيه يعني مين اللي بصله بالعين فعمل فيه يعني الصورة الصعبة قالوا عامر صحابي جليل ممن شهد بدرا قال اتوني فجئ إليه فقال هل إذا أعجبك شيء قلت
اللهم بارك وفي لفظ هلا ان اعجبك شيء باركت عليه، وفي لفظ ايها الناس من اعجبه، في روايه ابن ماجه ايها الناس من اعجبه شيء فليبارك عليه. طيب انت دلوقتي شفت ولدك ربنا من عليه وحفظ سوره من القران، مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط. انت اللي حسدت ابنك لانك ما باركتش على هذا الامر. هو انا احسد ابني؟ لا يا حبيبي، الحسد هو تمني زوال النعمه من الشخص. انت ما بتتمناش ان النعمه تزول من ابنك، لكن العين حق. انت معجبت بشيء فما باركتش، ما باركتش عليه، فالحسد ايه؟ اصيبت بعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لكان العين. وفي حديث اخر وان العين لتدخل الرجل القبر والجبل القدر. دي العين مش الحسد. الحسد تمني زوال النعمه، لكن الانسان قد يحسد، قد يعين نفسه، يعني يحسد نفسه. قد يحسد نفسه ماله، تجارته، عمارة، محل، ابن، عربي. ليه؟ لأنه ما باركش على هذا الشيء. ابنك حفظ الصورة يا أخي قول اللهم بارك، بارك الله. لكن بعض الناس يقول لك إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا خطأ. ما أنت صرت بالعين وأنت مشغل بالك. يا عم مش ازاي؟ ده انا قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، مش الآية بتقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ لا يا حبيبي، انت فاهمها غلط. مش هي دي اللي بتمنع العين، مش هي دي. ده الله عز وجل، لله المثل الأعلى، الله عز وجل بيقص خبر عن رجل صالح دخل مكان فقال هذه الكلمة في اسلوب حواري، في اسلوب حواري معايا. لكن العين دي تمنعها ازاي؟ بهذه هلا بارك، هلا اذا اعجب اعجب احدكم بشيء قال اللهم بارك. لازم تقول كده. شفت عين صغير يقول اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. شفت لازم تبارك عليه. فدي خطأ كثير من الناس واقع فيه. طب انت لما تعرف المعلومة دي يبقى من أول من استفاد بها؟ حضرتك، حضرتك. وبعد كده الناس بيستفيدوا بيه، لأنك عارف الفرق ما بين ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعض الناس كاتبها حتى على أعمالك، يعني اكتبها على أعمالك ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا أخي مالهاش علاقة، مالهاش علاقة. أنت تقول اللهم بارك، بارك الله كده. طب بسم الله ما شاء الله، تقول على إيه؟ لا ما تتقالش عن ايه؟ لا، ده الله عز وجل بيخبر عن قصة رجل صالح دخل مكان فبارك قال هذه الكلمة في اسلوب حواري. لكن انا بتكلم دلوقتي، انت حسدت ابني، حسدت مالك، حسدت نفسك. ليه؟ لانك ما باركتش. وينبغي انك انت تقتل، يعني انت بص هذه المسألة، انت مستعد اللهم بارك. لقيت واحد بيقول هذا كده في وشك، قول يا اخي قول اللهم بارك، قول اللهم بارك. يعني انا بدي مثال، انا بدي نموذج واحد. انا كم واحد يعرف المعلومه دي من قبل؟ قليل، الا ما يقول ما فيش، صح؟ طيب لله المثل الاعلى، من اول من استفاد بهذه المعلومه؟ انا؟ لا انا. وبعد كده ببص انا للناس بيستفيدوا بيها، فانا المستفيد برضه، بس انا استفدت بيها في الدنيا قبل الاخره. هي دي ما عايز اوصلها يا شيخ عبد العزيز، معناها هو ده. صلى عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه؟ الدليل الاخلاص هو تصفيه العمل بصالح النيه عن جميع شوائب الشرك. ايه هو الاخلاص؟ هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى:
ألا لله دين خالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. طب اشمعنى أبو هريرة؟ لحرصه على الحديث قال النبي لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى مزية وسام لأبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. من قال وماذا من قدري؟ اعمل عليها كده مع الكفتين تدل عليه. من قال يبقى ده دليل اشتراط النطق بلا اله الا الله. يعني لما تيجي واحد دخل الاسلام لازم ينطق به ما الدليل؟ من قال القول عمل. من قال من قال لا اله الا الله خالصا احتراز من مين؟ من المنافقين. لان المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. فهي قال خالصا عشان يخرج منها مين؟ المنافق قالها بلسانك ولم تواطئ قلبك فمش مخلص بيها. خالصا من قلبك او نفسي. انت عندك الحديث خالصا من قلبك او نفسي. اكتب كده شك من الراوي. الراوي هو اللي شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قلبي ولا قال نفسي. فهو شوف الدقه بقى من كذب علي متعمدا فليتبرأ قلبه من النار. فهو عارف القضيه فيميل او كذب. يعني انا شاكك هل النبي قال دي ولا قال دي؟ يبقى شك. شك من مين؟ من الراوي نفسه. من الراوي نفسه. اسعد نفس اسعد. من اسعد الناس؟ قال اسعد الناس. اسعد فعل افعل تفضيل. وان كل احد اكتبها دي معلومه مهمه جدا افعل التفضيل. وان كل احد يحصل له سعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم كل واحد هيحصل له سعد بالشفاعة. سعد بالشفاعة هيسعد بالشفاعة. لا انت كل واحد مدافع التفضيل افعل تفضيل. خد بالك من اللي جاي هتشرح لك يعني ايه افعل تفضيل اللي جاي معايا. يبقى كل واحد هينال سعد من ايه؟ من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل؟ في اعتراض على كده؟ طب خد بالك من اللي جاي ليه؟ ولكن المؤمن المخلص شرطه الاخلاص. ولكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها
هذا الكلام لابن حجر من نفيس كلام العلامة ابن حجر. المؤمن كل واحد هيسعى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يسعى به. لكن المؤمن بقى مش أي مؤمن، لا المؤمن مين؟ المخلص. المخلص شرط الإخلاص ده هيبقى أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عدة شفاعات، عدة شفاعات، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم لإراحة القلب في يوم الموت، في يوم القيامة اللي هي بنسميها الشفاعة العظمى، اللي هي شفاعة الفصل بين الخلائق. دي أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الشفاعة العظمى، اللي هي شفاعة الفصل في يوم القرار. شفاعة ثانية يشفع في بعض الكفار لتخفيف العذاب عنهم. مين؟ عمه أبا طالب ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عمك كان يحوطك ويرعاك ويحميك فما أنت صانع له؟ هتعمله إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى شفاعه فهي حتى جمرة على أخمص صبعي أصبعها فتغلي منها دماغ. سلم يا أبو سلم. ثالث شفاعة يشفع للمؤمنين بالخروج من النار. يبقى دخلوا ولا ما دخلوش؟ دخل المؤمنين دخلوا النار. النبي يشفع لهم يحصل ايه؟ يخرجوا من النار. طيب شفاعتهم بعدد دخول المؤمنين المستحقين للنار. يعني الناس دي هتخش النار، مؤمنين مسلمين بس هيخشوا النار، ارتكبوا ذنوب كمان فداخلين النار. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فلا يدخلهم النار. دي شفاعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم بدخول بعض الناس الجنة بلا حساب، يشفع لهم يخشوا بلا حساب على طول. شفاعته صلى الله عليه وسلم برفع درجات المؤمنين، رفع درجات المؤمنين. نعم بس هم أزيد من السبعين ألف، هم أزيد من السبعين ألف. من دليل رواية أحمد فسألت ربي فزادني فقال يا محمد مع كل ألف من السبعين ألف سبعين ألف. دي زيادة موجودة عند مسلم بسند صحيح. فيظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، بحيث ان كلهم مشتركين في السعادة، ان كلهم نالوا هذه الشفاعة. وان اسعدهم بها المؤمن المخلص. اسعد واحد بالشفاعة دي مين؟ المؤمن المخلص الصادق بإيمان ربنا النبي بيرفع درجات. لو مستحق يكون جنتنا بيخرج منها ما بيدخلوش بيها، لكن لو دخل بيخرجوا منها. يبقى المؤمن الصادق اسعد الناس بهذه الشفاعة. طيب وقال صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. في الحديث رواه البخاري ومسلم ورواه أيضا أحمد في مسلم. طيب ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله أن تقولها، تقول هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، تقولها منين؟ أن تقولها صدقا من قلبك، تقولها صدقا أنت تنطق منين؟ من اللسان، لكن يواطئ هذا اللسان القلب، يبقى القلب صادق في هذا القلب. أيوة أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه.
يواطن قلبه لسانه. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم الآيات. وقال في المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا مش موجود عندك، مش موجود عندك. بص كده، في منافقين قالوا هكذا صح ولا لا؟ طيب ربنا قال عنهم ايه في سوره البقره؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الآن. طيب، وقال للأعرابي: من الذي قال؟ صلى الله عليه وسلم. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: من هو هذا الأعرابي؟ ضمام ابن ثعلبة. اسمه إيه؟ ضمام ابن ثعلبة. ضمام بالضاء بأرض، نحن أفصح من نطق بالطاعة، حديث ضعيف. حديث ضعيف. صلي، هو مشهور بس ضعيف. وقال للأعرابي: ضمام ابن ثعلبة وفد بني سعد بن بكر الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال، يعني قال ضمام ابن ثعلبة: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. يبقى ده دليل ان الصدق منه. افلح ان صدق، وفي روايه: ان صدق لا يدخلن الجنه. ان صدق لا يدخلن الجنه. اخر حاجه نختم بها: ما دليل اشتراط المحبه من الكتاب والسنه؟ ما دليل اشتراط المحبه من الكتاب والسنه؟ نعم. في الصدق أصل. نعم. أحسب الناس وهي فرقة يقولوا أنهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق يتكلم عن الصدق. هل هو يقصد الإيمان والإخلاص؟ هل يقصد إيه؟ لا، أنت تتكلم في قضية أخرى. هو صدق من قلب. نعم، هو نطق بها، نطق بها لسان، وواطأ اللسان القلب، وواطأ اللسان القلب. هذه قضية مهمة، يعني لازم يحصل اللي ما يقوله اللسان يطبقه القلب، يقره القلب، يواطئه القلب. كتب بالك وصل. أفلح إن صدق. نعم، إن صدق. وفي الرواية: إن صدق لا يدخلن الجنة. آخر حاجة: ما دليل اشتراط المحبة؟ ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ لهذه الكلمة ولمن قريتها ودلت عليها ولأجلنا العاملين بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. أيحصل له يخش الجنة؟ لا، فسوف يأتي الله بقوم، يعني في يوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله. والمحبة أربعة أنواع. المحبة كنوع أربعة: محبة الله، محبة الله، محبة ما يحب الله، محبة الله، محبة ما يحب الله، الحب لله وفيه، الحب لله وفيه، وأخيرا المحبة مع الله. محبة الله لا تكفي وحدها، انت ممكن تحب ربنا بس ان تحب مع حد تاني يبقى ما ينفعش ومش هتنجو من النار. ليه؟ لان النصارى، اليهود، المشركين بيحبوا ربنا بيحبوه، لكن دخلوا الجنه؟ لا، ما دخلوا الجنه. ليه؟ لانهم اشركوا في المحبه غيره فلن يجوا. طيب، محبه ما يحب الله وهي التي تدخله في الإسلام، هي دي بقى الإسلام، هي التي تدخله الإسلام وتخرجه الكفر، تخرج الكفر على طول، تخرجه من الكفر. يبقى هي دي المطلوبة، هي دي المطلوبة. ثلاثة: الحب في الله وفيه، وهي من لوازم محبة الله عز وجل، وهي من لوازم محبة الله عز وجل. ولا تستقيم محبة الله إلا بما يحب، إلا بما يحب. رابع حاجة: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. محبة شركية، يعني يحب ربنا معي بس يحب السيد البدوي، يدعو السيد البدوي، يبرع اي ضريح، هو بيحب ربنا ولا ما بيحبوش؟ بيحب، بيحب، ما حدش يقول. لكن مع هذا الحب مدخل واحد كده ما ينفعش. محبه مع الله هي المحبه الشركيه، وكل من احب شيئا مع الله دون الله فهذه محبه المشركين، ما نعبده الا ليقربونا الى الله زلفى. وإن شئت فارجع إلى كتاب ابن القيم الداء والدواء لترى هذه الأصناف بتوسع، يعني لو عايز تتوسع في هذه المسألة ترجع لكتاب الداء والدواء لابن القيم. نكتفي بهذا القدر. إحنا وقفنا لغاية شرط المعنى، شرط إيه؟ سؤال في الحديث المعين بتاع معين بعض الحديث الحديث هنا مسئلة إن شاء الله عشان ما طولش على قدر ما عايزين نصلي العشاء إن شاء الله بعد الله.